دائما نؤكد على أن الحكومة فعلت خطة الطوارئ بشكل كامل في مواجهة موجة الأمطار الغير مسبوقة اللي هطلت في الأيام الماضية، وأن استمرارية جهوزية الحكومة بكافة أجهزتها لأي أمطار قادمة إن شاء الله. بدأت الأجهزة أو وزارة الأشغال ممثلة بمعالي وزير الأشغال شكل لجنة لتقصي الحقائق للنظر في كل الأضرار اللي صارت في الطرق والشوارع والبنية التحتية في نتيجة الأمطار والسيول اللي هطلت في دولة الكويت في الفترة اللي طافت. من ضمن مهام هذه اللجنة الجزئية الخاصة بالبنية التحتية اللي خاصة في مدينة صباح الأحمد، واللي هي كانت اليوم على جدول أعمالنا في نقاشنا مع الأخوة الأعضاء في اللجنة الإسكانية بمجلس الأمة. إحنا في المؤسسة العامة للرعاية السكنية شكلت فرق فنية حصرت الأضرار في البنية التحتية في مدينة صباح الأحمد، ورفعت لي تقرير متكامل يتعلق بهذه الأضرار وتصنيفها من حيث جسيمة متوسطة أو بسيطة. رفع هذا التقرير بشكل متكامل إلى معالي وزير الأشغال لضم للجنة تقصي الحقائق ليباشرون التحقيق فيه من ضمن المهام الموكلة لهم، وإحنا إن شاء الله بانتظار نتائج هذه اللجنة.